أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح حرص وزارة الداخلية على تسخير كل الوسائل والتقنيات الحديثة بغية تمكين رجال وأجهزة الأمن من أداء مهامهم على الوجه الأكمل. تأكيد الخالد جاء عقب تدشين الموقع الاحتياطي للحاسب الآلي الرئيسي للأنظمة الأمنية الإلكترونية بمقر وزارة الداخلية. افتتح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح افتتح الموقع الاحتياطي البديل للحاسب الرئيسي للأنظمة الأمنية الإلكترونية بمقر وزارة الداخلية مبنى نواف الأحمد، والذي تم إنجازه بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي انطلاقا من الدور الكبير للمؤسسة الأمنية بعملية نقل البيانات وتخزين المعلومات الهامة ذات الطابع الأمني والخدمي، وأيضا المعلومات الأخرى الوقائية والجنائية. ثم تفقد معاليه أقسام الموقع الاحتياطي ابتداء من غرفة المشغلين والسيرفرات، واطلع على تجهيز الغرفة الخاصة بالمولدات الكهربائية وكيفية عملية التشغيل في حالة الطوارئ أو الصيانة، والتي يقوم بها كوادر وطنية فنية على أعلى مستوى من التأهيل. ثم توجه معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ومرافقوه إلى غرفة العمليات المركزية الجديدة، حيث كان في استقباله وكلاء وزارة الداخلية المساعدون والقيادات الأمنية الميدانية. وقام معاليه بتفقد غرفة العمليات والتي تضم ضباط اتصال من كافة القطاعات الأمنية، وتوجه معاليه بعدد من الأسئلة والاستفسارات. ثم توجه معاليه لتفقد غرفة اتخاذ القرار، حيث ترأس اجتماعاً ضم الفريق الفهد والفريق متقاعد الشيخ أحمد العبدالله الخليفة الصباح ووكلاء وزراء الداخلية المساعدين، حيث شاهد فيلماً تسجيلياً عن مشروع الموقع الاحتياطي البديل للحاسب الرئيسي ومراحل إنجازها. ثم استمع معاليه إلى إيجاز من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر صباح، أشاد فيه بدعم معاليه ومساندة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وتضافر جهود أعضاء فريق العمل لإنجاز الموقع البديل بشكل كامل وبصورة متميزة، الأمر الذي يعد نجاحا كبيرا في مجال نظم وتقنية المعلومات. كما قدم وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ شرحا تفصيليا تناول فيه مكونات غرفة اتخاذ القرار والخدمات التي تقدمها وما توفره من استعداد وأداء واسع النطاق يخدم الوضع الأمني الحالي والمستقبلي. كما تتيح الغرفة بسهولة الربط المباشر مع القطاعات الأمنية. ثم شهد معاليه عرضاً حياً لمنظومة الكاميرات الأمنية والمرورية في أنحاء البلاد. ونقل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح شكر وثناء القيادة السياسية العليا للمؤسسة الأمنية ومنتسبيها على الدور الذي بذلته أجهزتها في تأمين الحسينيات، مما لاقى تقدير وثناء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه وإشادة سموه بجهود رجال الأمن. كما أعرب أيضا عن ثناء وتقدير أهل الكويت، وأكد معاليه أن هذه الاستراتيجية واضحة المعالم تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية وتطلعاتها للمستقبل، وقد وضعت نصب أعينها أمن الوطن وأمان المواطن والمقيم والمستجدات على الساحة الدولية والإقليمية. كما تفقد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح المعرض الدائم للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، واطلع على التقنيات المستخدمة في المعرض
وكذلك على أحدث الإصدارات التوعوية من مطبوعات وفلاشات إذاعية وتلفزيونية، وعلى نماذج من الهدايا الإرشادية التي توزع على الطلبة والطالبات بالمراحل الدراسية المختلفة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية. اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اليوم مع فريق وزارة الداخلية المشارك في بطولة الفنون القتالية المتنوعة الأولى للقوات الخاصة والتي أقيمت مؤخرا بمعسكر قوات الأمن الخاصة. وقد أشاد الشيخ محمد الخالد بالمشاركين الذين حققوا الميداليات بهذه البطولة، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستواصل دعم المبدعين والمتميزين من منتسبيها في جميع المجالات. أنا كان بيودي ذاك اليوم في البطولة أني أكمل بقية الحفل، لكن شغلاتنا بس فريق سليمان واللي هو محمود وكذا قالوا لي الحلو في البطولة أن مشاركة زملائنا في السلاح وطريقة ونوعية البطولة اللي هو القتال المختلف، واللي توجهها على الطبيعي فوز وزارة الداخلية. ربنا يوفقكم إن شاء الله، وشيء ما يسعدنا أن وزارة الداخلية دائما إن شاء الله متفوقة برجالها. مبروكين وإن شاء الله مزيد من التقدم في المجالات الأخرى.